طيب، تقرير عن اللي حصل من امبارح للنهارده في الاحوال الجويه في مصر. شهدت سماء محافظات القاهرة الكبرى وصول العاصفة الترابية، حيث يشهد الجو حالة من انخفاض في درجات الحرارة بالإضافة لوجود الرياح المحملة بالأتربة التي أثرت على الرؤية بشكل كبير على كافة الأنحاء. ويتوقع الخبراء أن تكون الرياح نشطة وتصل إلى حد العاصفة وتثير الأتربة والرمال من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومحافظات القاهرة الكبرى، ناتجة عن تأثير منخفض جوي على سطح البحر المتوسط. وتوجد فرصة لسقوط الأمطار قائمة على أقصى غرب مصر، وتكون أمطارا متقطعة بنسبة 30%. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية اضطراب بالملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50 إلى 65 كيلومتر في الساعة، وارتفاع الموج من 3.5 إلى 4 أمتار، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد فترات متقطعة، مضيفة أن الرياح ستزيد من الإحساس ببرودة الطقس على أن تهدأ سرعات الرياح قليلا خلال فترات الليل. لذلك ناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين تجنب الخروج، خاصة لأصحاب الأمراض الصدرية ومرضى الجيوب الأنفية، فضلا عن ضرورة الابتعاد عن الوقوف أسفل لوحات الإعلانات والأشجار وغلق النوافذ جيدا، والقيادة بحذر على الطرق وخاصة الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية. وتسببت نوة قاسم التي تتعرض لها محافظة مطروح لليوم الثاني على التوالي في إغلاق 3 موانئ صيد نتيجة ارتفاع الأمواج والمد والجزر ونشاط الرياح وعدم استقرار حالة البحر، وذلك لحين تحسن الأحوال الجوية لعدم تعريض حياة الصيادين للخطر. كما تسببت موجة الطقس غير المستقر في إغلاق 5 موانئ بحرية في الإسكندرية. ووجهت وزارة التنمية المحلية إلى استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى في المحافظات التي تشهد سوء أحوال الطقس لحين الاستقرار في الأحوال الجوية، مشددة على غرفة العمليات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء. إسراء سعد، آخر النهار.